أنا شايف وسامع كويس قوي إن الناس في مصر قلقانة. طب أنت قلقان ليه؟ يقول لك أنا خايف عليها. أنا بقول لكم لا، ما تخافوش لسببين. السبب الأولاني إن ربنا موجود وهو أعز من الكل وأكبر من الكل. اتنين، إحنا كدولة بمسؤوليها حريصين على إن إحنا الأزمة الكبيرة اللي موجودة في العالم ديت تأثيراتها ضخمة جدا. طب إحنا فين؟ إحنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وإن كنا بنعاني، يعني بنعاني لكن ما نخافش، ما نقلقش. هتلاقي ناس بتتكلم كلام كتير، أقل حاجة اللي بيتكلم ده ما يعرفش، فيقول لك خلي بالكوا قناة السويس قداسة البابا مش عارف هيعملوا فيها إيه، خلي بالك هيبيعوا حاجة ما نقولش عليها. طب ليه؟ مش هقول ليه؟ لو في حاجة هعملها هقولهولكم.